فرص فضل السيبرام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله أجمعين. إما لباسي محكوم فيه أبوين وباسي مرجكاني تكليف معك مرجكاني دروستي تكليف كدن لإنسانك هاي لشريعة إسلامية أو كسيك بيال المكلف يعني أشد الجرباري راس بعدنك حكم شرعي باللي دعواكين مرجكاني شيبو مرجكاني هد مرجكان من باسكر لكوتاي مرجكان باسي ويكل فرمي وعلى هذا تقريني وضعكش معك شمان أبو. فكل حكم شرعي يمكن للمكلف أن يعرف دليله وأن يعرف أن دليله حجة شرعية، على المكلفين اتباع ما يستمد منه سواء كان هذا بنفسه أم بواسطة سؤال أهل الذكر عنه. أوش مع بعض في هذا المكلف التام معي. وثالثها أوش مع وكذلك كم وكذلك أي وكذلك أخي مرجكان يعني مرجكان مرجي يكم ومرجي دو مش شوسي مش معخوين بعث معك بجالة مرجي دو سيها ما دو مرجي تري دانا أبو أوش مع بعث كر وأنا أبرام وأنا مهم طاوك دو كيشين. وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية. ألا كاد يكم مرجكان من بعث كر مرجي تكليم يكم بيش تكم معلوم بيه وفعلي كدعوة اللي يكريش فعلي كيزان راو بيه لأي كابراي دعوة اللي كراوي بلانا شي دعوة اللي يكريش بلانا أو فعلي كدعوة اللي كنوش شيئا روجو چیه؟ چند بسی دست بیه که ارکان کنی چه تعاون نزانی خلا خونات رو برای اشتی که مجهول برای تو انجامی بده اشتی به معلوم بیه لعی دوم یعنی به مثلا اشتی که پیاده بیکه ممکن بیا او بتوانه بیکه تو آنها مقدوری او عده اشتی به لدره وی تو آنها او بیه او مرجی کی سرکی بوده مرجی کانا چون که کسی که تو تکلیفی لیه که دولت تو آنها آن بو که آب و شرعان دروز نیه تکلیفی لیه که جعل الله سر اما و کزانی من به ممکن بیه آیه لروي شرعي إنسان مكلف بكمالك شيء سرشتي كمال فرمان كاروبار هن كسرشتين جبلي يعني طبيعة سرشت أو يعني كمثلاً أم شتى سرشتي يعني كطبيعة إنسان هو قرين درنجامي كان هو يكن درنجامي كان هو يكي سرشتي إنسان ولا كسب الإنسان فيها ولا اختيار لدروزبوني يعني إنسان ده صلاتي ده زنانو على زمان دانا ميتي يعني مثلا جالي واهي تو اگر يك شكل بيجشن عذارك و دروس تبه دي عذارك كه دروس تبه اختياري خود تياني نه يلي ببه اره بيه. يا مثلا اگر حادثه كه من رودا ليد رودا مثلا رود مثلا لوانه شهر نظر بي لو خود مشاوز زد بي يا رسول دا بيسي دي او حالة الانسان شكل طبيعية در انجامي اسبابك هو كاليك آية الانسان بمعنى مكلفة خواه تقريبا كان لو يكلم عن والله بإم إمر بعندي شوينا أجر وداي أجر وداي أصلا بكرة مصبون هنا عشان مزارين ده مشان ده مشان من سرب بيو أجر مثلا ده شوينا كاتو ربهم ده مشان مثلا رف داعي سو آية أمانة مكلف من تيار نكمل أمور الجبل دي يا تورابون تورابون حالتك إن الإنسان شكل الدرنجاني أسبابك تورابا كا آية أم تورابون مكلف من تين كبر تورابا مي عندنا جاء كلمة عالي عند الغضبي وكو حصول دكاتي ترابنا كذلك تراب تنزل لها حصول الهيئة والحمرة عند الخجل سربنا لكاتي خجلبونا كيتان توشي خجل به دم تشاوي سور هذا قرأ والحب يا خوش مستم فلان خوش به فلان خوش نبه والبغض غريبون والحزن خم والفرح خوشي والخوف ترسان مثلا أمانة آية لقال حين وجودي أسباب يا كاتي هو كالي أمانه وآية مكلفة أقول هل كاتي كاتي جوان بني يا مثلا فلان كاتي إلا بخوش بيه وعجبه إلا خوش ويسك بيتكايا أقول مثلا من كاتي تروا بي في عالم هبه آية أمانه مكلفة دي أنا والهضم مثلا والتنفس يا كاتي مثلا بوانو هناك تو جوالي لأخوادنا خير أخوي مثلا آية في يسا وخوادنك أخوادوتا إلا مثلا وهو شيء عزيزك في حزمك يعنى مثلا يا بيابلين بيجو يعنى يا تنفس هنا سدان كذلك أصابك أيوة آية وسواجب لو كاتب هنا سبب يعنى والطول والقصر كرت بعضيود مثلا درجي آية مثلا أنا مكلف فيه والسواد والبياض إنسان رشي فيس رش فيس عوس في فيس آية أعمالك كم رشتي غريزة إنسان مكلف فيها وغير ذلك من الغرائز التي فطرا عليها الناس يا فطر عليه الناس
وكوزي قال لما انك وملفتي غريزه وملفتي خورسكي صفتي خورسكي كانسان يستدرس كراو ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقيه كبنيان ونبنيان ملكش ابوكم ولا يستدرس كني خوايه ما على خير سر التكليف من ونيه وليس خاضع لاراده المكلف واختياره اما ملكزيه بو ارزو خواستي من وحزي من بلا بلا تكليف وحزي خوا من اختياركم فهي خارجه عن قدرته لدرجه صلاه الانسان وليس من الممكنات لو لوش تعلنيك بنجام وإنسان كما دام وابه كابو مكلف دي بي أما ناشنا قاعدة تكليف وخوات تكليف المكابي أما نجي بجيب كل أما نفعل لك الأسباب الدنيا شيء طبيعية وكو مثلا هم شكاين دنيا واتاني أقل باع مثلا باع هذي كل حتى مشتل لدته الدنيا باني يا بيقلاك بلالته بلا والله أنا بيقلا بلالته باع شبيع أخذ بخوا من سودي قدوني باك هابو قواك أواليك بلا ندري حسك يا حظنك يا مثلا أوعن وإذا ورد أي بس البون منا لو أنا بلي باش دي كلها سندي فرمدي في غمر إخوائي هاتوا عليه الصلاة والسلام بالقرآن هاتوا فرمان بشتي وارقة كتولي مكلبني إخوة فرمان تقال خوش تعمدي في غمر إخوة فرمان خوش تعمدي إيه أنا شيء محدث أنا ما ترمى بل الله وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل على ظاهر على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره أجل كمال دقة بيني لهند دقة شتك بيني كوظائر كي واجي هنا كتكليف به بس شكل أتمنى إنسانية لم تقول كلامي كي ترى بعض تورابون مثلا خوش ويسي أوانا أول براسي دقة كده بشوازي أشكرا كينيا دقة كده في يسي بخير نميري كي لوجيكي أنا ولا علمي أنا منطقي أنا هاي بس دقة كده شيء تريد يعني وبتحقيق النظر في يتبين أنه تكليف بما هو مقدور اگه تو زوی بینو تیاره دخه که از این تکلیف کرد بشتی که کتوانه انسانه با و نیه که دتوانه انسانه نیه دوشتی که تر من لیه که کدوانه تا منظر با قرآن ده نمونه توضیح ده مثلا قولو صلی اللہ علیه و سلم لا تغضب و پیامر خواه فرمه تو رم بزن اما نهی ده تو رم بزن نیه ده که او مکلف نه ده تو رم بزن ظاهره تکلیفه بالکف عن امر طبیعی غیر کفیه دخه که واقعه نه خواه پیامر خواه تکلیفه که کوار غیر دستگی سلوشتی سرستوستی خواه مکمل کس بینا کم اما به توانه خواه من یجاری و بابد اصابکه هاته تیشت تو راب و هو الغضب عند وجود دعیتی تو رابون لکاتی بولی هکارکه هکارکه هاته جیگه تو رابم که او یعنی تیامل خواه فبی اگر هکارکه هاته جیگه نبه تو تو رابی یعنی که مثلا او کسی بیا دو مثلا دار بدا پاچه بشکتی و حلوات چیل لبکا تو بیا خود هاته این چیلی اخرا ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الغضب بلا مرق الراس قيل سنجبر فالمدك كفر لا تغضب وخذي غضبك نيا درنجامي غضب لا دعي غضب شيء غضب تكليف لك افهم يا ظلم يعني كتورزويد نابي مثلا لتوربنا حكم بي بريال بي بريال توربنا كايشي بين هكذا نجمع على كوابي نابي توربون هذا به بس كتو توربي اولا در انجامی تو را بند رو سبه نه به انجامی بی واتا طلاق مخو واتا مثلا شد نشکه نه واتا جوان مده واتا مثلا چی 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 اوانا اول حق الم... اول حق الغبوبة من ثورة نفسي ومظاهر انتقامه اول كوالي كيبا كسي تو روانه لشي على عوروجان دروني خوي وهر وها لده دكاني طلصن و ايوه طلصن اتو يا ولي قاف من اي وترمني انت وربنا تورم سنه نبيدي اوا ما باب تورمون تورفين تور فالمراد اضبط نفسك حين الغضب وكفها عن اثاره السيئه قال حيث جاء اوايا افهم اي ودلولي خد انا قال تورمنا سيف كان بقرن وقت ان بقرن بيقرنوا لو يكوا شو انا وادي خراب بجيبي راي تورب بن بران تورمنا كان سنك يا شيخ بوجهشني شو انا وادي خراب نه معنای که نبی ایم هر خودی تو را بجای کسی که لباسش دیم ماموسا بونه گفت پیغمبر خوابی بود دایر عضبی تو انفوسا کم حین دل غضبی بو فرمی لا تغضب آخر اول لزبانی عربیا شوازی کی بلاغی معنیه لزبانی عربیا کدی که مثلا نفی غضب که نه ایه مثلا به شوازی کی بلاغی اگر مثلا تو کابل بله عضبی نفسه که عند الغضبی یعنی مثلا هن لهی دیگه دو دکادی غضبی تو را ببیه بس لكاد تورونا حكم نيا بس كفر لا تغضب يعني تو هر ابيه كلا توكي هات ورونا هر زمانه شو جاي نابي عاقبتك انجام بي ابي محاولك تو تورونا هر زمانه
يعني أوان ده أصلا يقدر يكتوي أسباب كده يكتوي بويك هندا مثلا أنتوا قرين جيبة بتورانا بون ب ب أسواري خراب بشوانا واري خراب يعني كانوا قال الله هاد نابي تورابي بي شو جاي تولى تورابنا نابي حكم خراب بي أول شيء هذا كي بلاغية فني كي بلاغية أجا مثلا ده فرمودي تلازور معنى هي مثلا ده زور ده قرآني في يوزي شاف لو نمونا معنى هي وقوله عليه الصلاة والسلام يا أنفر مدى فلم يكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل أفرميتو تيبا بنديكي خوابك واجه كجراوة بلان بنديكي كجرمما يعني كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل تو عبدك بك تيبا مقتول به بلان عبدك مبا كقاتل به يعني كعبو بما عليه كعبو توبو سبا خلط بو كجن بلان خلط ما كجن وأن يستقبلنا أن يكون عبد الله المقتولة ولا تكون عبد الله القاتلة يعني تو با كسي بي كجراو بي بلان كسي نبي بو كجبي باش باهيو تكريبه بأن يقتله غيره واقعين كذا كسي دتو أنا بي كجي ولكن حقيقته التكريب بلا بأن لا يظلم ولا يبدأ بعدوان فالمراد لا تظلم بلان حديثك الرافق إذا سلمجي بي يعني نادي استمكي يعني تو بي أقل أخو بي نستمكى وأروى أن دستش كبدش دستش خارخ كربلا شيئا لك هذه دشمن كارية كأروه كنت قال استمع ما كان سكر فرمن قال أبو أويا طبعا فرمن ده كلا ليه ذا رواد كما مصاحي أنا كيس شريف يا كلا إذا أنا لي حديث قصر سخودي فرمن ده كهيا بس ده رجيو صحة كي شنا هيا شنا صحيح أو شنا صحيح إني قصر ستة مثلا كلا أنا شيخي إمامي طبعا إمامي جويني هنا أفهمنا صحيحة بلام إنه صلاح الشارع الزوري للتحقيق قسكا فالمين من نمدي وأنفر مدير وصحة قاتبه أنفر بفضل يتا مثلا لكتبه كتبه هي لأهل حديث دائنا وبناوي بنا وكيف بكيتو عنه بس يوكا وحديثاني كالأساس باني خلقين تميز الخبيث من الطيب فيما اشتهر من على الأساس من الحديث تميز الخبيث فيما اشتهر على الأسنان من الحديث تبقى بناي أبيه لماذا أنفر مديه هنا ألا يكون عبد الله المقتولة ولا تكون عبد الله القاتلة ألا أما حديثك للا زنايان ثابت نبوة كحديثه صحيحة بلا أمرين لكم الله الروايات تريشي هي كن عبد الله المظلوم هاتوا الروايات يترى كطبراني الروايات قال كن عبد الله المظلومة أو كانت على استمديك رأوه أو كانت معناه مقتولك نما أو شيء مقتولة مظلومة. بهذا الشيء أو أنا فمن لا لا لأهل حديث ولا حديث قال لا أصل له. والله أنا هندي كتير ترى أكو مثلاً بينهم ما بسألهم كتوى. على أنا قد شينو بدلن جاني ضيوع تكاني طبراني وطبريو إمام أحمد وهاي أنا كاني كوكين معني ده توانين بلنس جولة لا وجودي هي بلامة ناقة لدرجة صحة. على كل مسألة سقط كبو حديثك. أم فرمودية فرمي أجا سلنج بين ظاهرة كي شيء يعني تكليفة بوي كإيمة وانيا ببينا كجراو يعني خالك يتبون كجر يعني إخواتك إخوات بلانتي عمري إخوات أمرك أبا تيادو كجر بس تو كجمع تزمع كجر بلان لأصل حديثك وانيا وي الظاهري حديث نابلة لهند شوينا طبعا أما كي تقيديك أم معناها بوشي أم معناها لم حديثة قول حديثة لروي معنى الظاهرة كي وانيا بلا قوي معناك بقى على التكليف أمام معناك هذا التكليف فبشتيك ظلمنا كين أخذتوك اللي بروي إيه من نقام مرجكان التكليفة يقنع قلتو هرشتك كمخالفين مرجكان بوه أو كادو دقابة تأويلي كين أما قصد دانا أنك هر دقيق مخالف بوه لقل ضابطة كانتا حتما زانا أو دقابة شيف كيان أو دقابة وكل وجودة شي طاويني دقيق صحيحني يأك صحيح بوه تأويلي كين إسلام حديثها دقيقة صحيح نية شنو هذا المخالف يشرت كان به أو شرت أنا شرتك إن النص القرآن والجيراو كنصوص القرآن والجيراو لا تكليف تقال تكليف بشتم محل ماك على الإنسان أي شو نبي لدا حيسي في نص الله حاتب يا فلم دك صحيح نية كوكا أبيني لدا صحيح نية يا ك صحيح هو تأويلك وكم تأويلك يستأكل دمانة يا في غمار إخوان فلم أحب الله لما أسد عليكم من نعمه إيه وشيب كان خواتان خوش بيبو لبلاوي تونك نعمتكاني بسر ايوار رخطوه
باش و بعد که واقعی تکلیف آن دیگه با خوش ویستیه به ایمان حب من هبه واجبه همونی که لئیم حب الله بخواد دلی بوده بر نعمت کانی لكن حقيقته التكليف بالنظر في النعم التي اهداها الله اليكم حتى تكونوا دائما ذاكرين شاكرين بلا خوش مساله حب مساله كا وانا شكل خورسكيه شكل طبيعي سلوكيه نجد انه قال بالتكليف الشرعيه تجزوز عليه اما في سي بهوردان وبكمال الشد هي جري وانا مثلا من تو خلقي هي زور بنداتي خوي قبلك دو هجب بدي داره بالام او حبي كاشد حبا لله اكن بين درجه كي بفي انسان شنه لوانه حج درنسه بس مفهوم حبنا انا شيء واخبار خوش زي قال فاق خوش زي قال عفده كا واخ نعوذ قو قو اني تعطي فيك اما فيك دنا هاش تقنيه زان شيء بلا ما عمل كان جاب جيك دو فرمان كان جاب جيك دو حرام كان نخوا دو حلال كان بدا مخوا دو نوز روز نقوت عنوا اي اما معنى اوه خواهي خوشوية ايمان بيهتي والله انسان ازاين درجة خوشويسي كجيه شكو لذاتي خوشويسي لحابيد كهستان فيه كدو وان لهاتوتي مثلا طاقت الدنيا النمو واني كغيران درجة او حب خوشويسي او حب راسقين طاقت الدنيا النمو دنيا بلا نزور بتعمى اصلا ليدو لكونو حزن تنهايه وي عند عابد كاتي خوي في مدى شويني تنها جياون او لذت و خوشویستیه وای که اونا چه در جهانی که عشق لگا پروردگاریانا دنیا رو به چایی اوانا بالا میشول کش نبو او قناقی که براسی همون من همون کس پینا گا اصلاعی معلوم خواه من خوشوی بلان علیه پا پتلالی درجه او خوشویسته چنه تعبیدی که با ما چون تعبیدی که چون که هسته کم چیه تیایه اوش چیه که براسی بین خود و خواهی گوره با اصلا درگ نکره بایه فرمه فأبو حقا تكيد تكليف نية بمعنى تكليف أبو إبراه أحبو يعني أنظروا إلى نعم الله سيدنا ما تكاني خواكا كفي داون بو تاكو هتا همو جالة سيدة كيف خوابي كيفتو شكري خواب كيلا سري سباسي خواب كيتو أروا دائما لبيدي خوابي كأبو إذا كأفر من أحب الله هل ذكرك بس كني خواهي شوري حبك آه وتم يا الله ما شاء الله الحمد لله هل أعومد لش فيني حبك يا بابا قصدي او حبه معناه حبك ايه ملي تجسون لنا ناخي منا اسدي فيك وقوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون على ايه وممر اذاك امر بيتي بمسلمان يعني بكاتك كمدي بمسلمان بمدين بعشان التكليف هو اللي كاتب مدنا ايه بمتي بكيف قلنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حركه سيئوين كده بايمانا بالدوء ومسلمين بالدوء على ظاهره تكليفهم الان بان يكونوا حين يموتون مسلمين هل يسوى اخوة تكليفك كاتب مدني بمسلمين بمدين وقال اما تكليفك اعوه ولكن حقيقه تكليفهم الان بان يسيروا في طريق يثبت ايمانهم ويقوي عقائدهم حتى يؤدي بهم الى هذا الى ان يموتوا على دينهم بلان لیستو ناله لیستو بو مرک دمدنا هنگ لیستو او خوطن وارخن سنه سر ربازه که در انجامه که مردم بیست مسلمانه دی رگه بگید نبر که در انجامه که امرن دو رگه همه برن اگر مردم مسلمان دن اینا معنی که اوانیه هل لیستو بمن خوم حاضر کن بلن که که گیان اوالا کاتی مردنا همه مسلمانی بمرینم با مسلمانه تی امرن موافظه همه لیستو قصد کم تعاوی تكليفك يعني شيء يعني كخواه فرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يعني إيه ورقية بقيت نفر أو رقية إيمان تنسابتك بهستان كادل بروبيرو بروضا حتى سركيش بوشي لكوتا يدل انجامي مردتا سو رقية بك رقية مسلمانة كان وقوية فايقولا فرمي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أعطاكم بوي إيه وخفتنا خوانا سو ساني كفوتا ولدستان شوى وار وها دو پوشش دارن باید که احساس کی دارن و دستان هست. باشه یعنی که آبوا انسان تیم علیه و نه به حزن تان هست. دیوالای هما حزنش معنی هست. کی خفت نخو؟ برای من مردک من کرما زر و زر دکه دنیا خفتی دخو. دی از کار تمیل دیکه لا تأس و علی ما فاتکم نه به ایوا استفاده کیش نبا شی فوت آتا. علی پیب کنی و کاتیا. وار و کشیش پنده سکه نه به دو خوش بین. و یه بازش آواز هنیزی می‌بینیم که دو خواجه دنوره.
بلام ظاهرك أولا بلام بحقيقته ولا أفرح بشيء أتاوي يعني بلش خرجنا ولك وهذا غير مقدور له خمالك وأنا إنسان أنا ولا أفرح بدأ ندير خفت بعدي أو يقال خمنا خم هذا خم أخوان فيه ودي عندي جاي له يعني ضيع حل خفر حكش بها ما مشي وياه ولكن حقيقته التكليف بالكف عما يعقب الاسترسالة في الحزن من السخط وما يعقب الاسترسالة في الفرح من البطل والزهوي طالما اتك اواف فمي وك اخر مي خفت مخون يعني خفت بوني كي دروزي جواب خدنا ورقي خوا خفتي اواف او اسفي او اسالنا راحتي كواك الانسان دلن جامكي تربوني خوابي زيان لحد خبينا في عمل خوابي تفسير كدين ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع بلا كان خفت اقول شاكاني في المسك بلان ولكن أنا أقول على الله وأني اشتينا لهم لغير لذبا لبدا لذبا لذبا لخواهي قولا كواتي بي إلا الحق نبي يعني لا رضا من إخوانا بي يا الحديث إذا فرما برائمة شيئا ولكن نرضى بقدر الله راضي بقدر إخوائي قولا شيئا نعو كأبو كنصر تفسير وكرين آتك أعمى معنى وني نابي هل خفت ذبي برام وانك أرسل كيشي بوجي بغضب إخوائي قولا وارواك خوشي شهي خوشي شديد هبه بلان خوش شادی است. دکه شه بوچی من البطری و الذهبی. بوز بعد الروی، بوز چون لسنول، بو بر اللهی، بو جور مثلا لحد بر ذهب. بفر میتیره که انسان مکمل خوی مرخص کلا لها مشکل. انت مثلا خوی نبسته تو. ذهبیش سر خوش بونه که باشه وادی کی واقع عقله که من سر خوشی. سر گذاری سر خوشی. اما کاوت تکلیف کلا ما تکلیف که بونه نه به هر خوش. نخفت معنه به نخوشش معنه به وهكذا كل ما ورد من امثال هذه النصوص فهو مؤول كابك بقاعده هر دقيقه اواد بيني لمشي وازانه بيچواني مجكان تكليف بو دقيقه مؤوله او دقيقه تاويلك بان التكليف فيه اما ورد على ما يلحق الامر الطبيعي وترتب عليه من اثار تبلك تشجن تبلك الثريات تكليفك بو اويا لويك ام بابته اگر به دوام بیه چی لیو پیوالی که اشته کی پیوالی که اشته کی اثری کی لیو بر پایه کار نهیه لاثر کی نهیه لپیوالی کار کانی که لذرنجامی تو ربونو درنجامی چی چیه قومه تأیلی که بوآ یا او علامه یسبقه من بواعث و دوافع یا او تنکه لپیشی آواه میکه که هاکارو فاکتر کانتی فاکتری تو ربون انجامیه فاکتری مثلا خوان خواسته و کبلن غضب وانیه بغض انجامه. اولش الان ما که باید نبیت کسی کی بغضن را کسی کی مثلا ناشلیم. و هذه اللواحق و السوابق امور کسبیه للانسانی و فی مقدوره. امش تعنی که الکذب غضب و لذا غضب کوتو شتش کنی. وانیه جوان دی. وانیه برایی ناشلی دی. اما تو آنای توه. تو آنی تو را بیتو جوانیش ندی. تو آنی تو را بیتو شد نش کنی. تو آنی تو را بیتو بغض نه هایی. أما التكثير على أول مكان يا سابق كان أتوانين أو أشتاني كلا إنسان خرافة كان أنجامينير أو كم مثلا ناشرين مكاني كم أو كم جينا بوي كت مثلا كتراب بمن أتوان كان أنجامنا ده من توانا إنسانة أتواني مثلا تو فلان كتبه هو تراب تو توانين أو يجناكي ميكا كتوك دبوا هو كاي تراب من تو تعم بارج وكبو يشيل كده أقصد أو حده كاب أمانة شتي كسبين أملكه أمانة النجب وخذ تورابونك، ولا تبادر إلى الدين من اشتراط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف لصحة التكليف به شرعا أن هذا يستلزم ألا تكون في الفعل أي مشقة على التكليف. أجل تبع هذه كتير. أم جاري لو أنا واتي أبين كذا كوتم أنا أبي أو فعل لمقدور إنسان أبي هيك لما جاك عن تكليف أبي أي شكل توانا من أبي. يعني كابو هالشيء فعل إخوات تكليف ما عليك أنا مشقة تيابي. ولا أنا واتي أبين. الله واتي نجي. واتي نجي مرجي او كالا ام فعل كدار بيت وانا مكلف به بو دروس تكليف لكي يعني كابو واجي يعني واتي بيستكا نابه او كدار هيج ولا مشقه اسم مكلف كتابه وانيه لانه لا منافاه بين كون الفعل مقدورا وكونه شاقا شكون جاتي لنيماني وانيه قشتلت ولا انسان بيتو بلا مشيش بقرانش بسختش به للدنيا تنشتي امانه كابراك ثابتك لبنائي كاسبي كشاد نارحليه شيجي ولكن كتابة كده فانا عايش عليه. أوكي وصاي بناء مثلاً أنا للروجي هاينا اللي جرنا تاكلني وروتها أود ديوارك كاتشنا ما راحته به. طبعاً ديوارك كده فانا عايش عليه. كأبو التكليف
معناه أوانية كوت المكلف أبي مرجع كده مرجع كاني أبي فعل كده توانا إنسان كابي عين نابي قد تشي نار حتي به نعم تشي نار حتي ولا نار حتيك أبي اعتيادي به نار حتي غير اعتيادي أعمال قد غير نابي تيابي وكل ما يكلف به الإنسان لا يخلو من نوع المشقة همشك إنسان تكليف إلا كلاب التي إلا جرى مشقتها جرى لقرانيتها لأن التكليف هو إلزام بما فيه كلفة ونوع مشقة شو خودي تكليف يعني شيء تكليف يعني راف فادن تي تكليف خوي فادن كذنا بشتيك وكجولة لأركو مشاقتي تدعى هل هو تبقى كسي عالي أو كي لكن أم لكي فيها أم لكي خوي بوشيها خوي بوخوي مشاقه بلا نرى لخوه أنظم كني بين عقواشا هسا على خوه معن بير مثلا قبلنا دي بيزا مريض من هما في عمان زولة لنا راح دي تيار رزبين ولا حظ بنا فوضاكي بين فيش وطبيعي بس قال الرزبين لخوه لسر جرانا وهالضبط الدائم وإنسان جور اللي شيت يا لا مشقتها غير أن المشقة نوعان بلا أوان داير لو صرف في قيسلام على مشقة وجوه المعنية النوع الأول مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها وهي في حدود طاقتهم جور مشقة سقتيها كعادتها لعادة خلقها هي حل يقدرون فيها قبولها كده وانا إخوانا بل أنا أعطائي إيه ولو داموا على احتمالها لا يحقهم أذى ولا ضرر لا في نفس ولا في مال ولا في أي شيء من شؤونهم أقل السري بالدوام أو بشقة قبول كان فيش تشي آذار وزيان نابن نلا خدي خانا نلا ماليانا نيش كاريك شان كالمشقات التي يعتمد الناس تفيد مداومة على طريق طرق السعي لرزق من زرع وحرث والتجار وغيرها وكو أمنا راحت يعني كإنسان قبول يكا لكالي بالدوام سرقين کوشش کردنی با رزق و راضی خوی با کتابتی با کشتوکالی با مثلا رازگانی کانی با غیری امان لی خب معنی همون امانه بنا راحتی اکره حی کتابت اگه الکی لگلا نکیشی نیه که او خب مشقت و مشقه اعتیادیه اول مشقات التي يحتملها الموظفون في اداء واجباته اول که که مثلا کسی که کارمنده قبول اکال ایش که انجام ده توش مشقه هره به وكل عامل في أداء عملي هم كذا كذا مثلاً كذا كذا كأيشي خويا كذا كذا كي خويا إلا مشقتك إتيها أو بلا مشقية إتيادي أما طبيعية شو بقول إيش كذا أوي تجلاها إيش كذا ببيع وناكله يعني توبتي مثلاً بقول والله من أبن بعساج من ببوليس والله بقول دائماً لازم مثلاً دانيش إلى ماله وأنا بديب خبي أخذ نادي بوليسي واني عساجي واني بدأت مع مصاب ولا والله من ببيع مثلاً لشوين السيبر أو ومثلاً دائماً لما أعرف ما كان يسمى مثلاً كعبرون يضبط ربك أنا أخذ نعبي بأخوة دوامة دي وبابدون دي وزامات دي أما أنا حامل جوري كاركان أي خواتي وكلاً طبيعي والتكاليف الشرعية لا تخلو عن مشقات من هذا النوع أو التكاليف الشرعية لم جور مشقية رودنية أما اتياه فيها صعوبة تولى لا أركي استخدتها ولكنها محتملة برامشية هلا جيرية سانت وانا قبوليك بذكريه والمداومة عليها لا تلحق بمن داوم عليها لا تلحق بمن داوم عليها ضررا ولا أذى بدوام الله سري نالكين أبو كسر كسر بدوامنا أذى تلكين لا زيان 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 لنا أذى توك نوجك أي نوجك إذا كان الكيت يدعي رمضان شو الله عايز شو الإنسان شاتي عادي الإنسان عاوز صادك أي وصل معك أي وحال شو كاني الإنسان شاكر معك أي وبها معك أيوة بلى أم الكانة وأنا كلا وزير المال يبع زيان تناك يعني والشارع ما قصد التكاليف هذه المشقات التي تلابسها لذلك اخوي فرنجال خاوي شريعه ايما تكليف بانك نوتي بتكليف مشقات ني اخوي اصلا كتكليف بانك نوتي مشقات خدي مشقات ني وانما قصد بها مصالح مترتبه عليها ما بدي الشريعه شيء ابرز من دي انا سام مشقه ودرس به كذا كمن نوج انجام دم بلد نوج كعلك هي والله عندنا انجام نوج كنا كشي اخو وين بس خوای گر از زن لذت دارن از جور لمشقه هیا چون که تو پاره پیا کدوم و خمته خفته خوی عام پاره جوانه من عرقم پیو که رستوی سعیدم با فقیره و آواه با مالی ل نخته مشقتی تی داره ولی خوای من بسی عمانیه من بسی پشتی آواه چنان خیر تگه چنان سودیه و عایده چنان قاضان جیله که لذت دارن که روزو کت نگه به همان شیوا خوای گر از زن که تو مثلا روزو کت نه توشی نه برتری توشی نوتی بی نراحت بی لا تكذبك يا إخوائي أمر سكرون تكون يكون نما هين نية أو يكاكين نقل دواي روشو قلتنا كيكا أجلك وفاداشتك وإلزام المكلف أن يحتمل مشقة في حدود طاقته في سبيل ما ترتب له من مصالحه
كابو كذلك شريعة دعوة كابند كمكلف كعلى أو مشقة قبول كالتواسي ويتفانى إخوته بوشي في دلوقتي قبولك أخلى لبيناوي أوي كبرجون دي كان برجفتن أتوى بلا من لم عباده برجون دي دست خلق خي دقو مشقة أو مشقة قبول مكي لكيو برجون دي دستك بي دست ناكي أو جد دست ناكي بي وكو شي واتاني كالطبيب الذي يلزم المريض يتناول الدواء المرة وكو دكتوري واتاني تزيشكي بعد نخوش قال له أعوف ندر ما نطلب خوي طالب بو لما ترتب على تناوله من شفائه. شو قال لي خالد لخوادني شيء درست به شفاء داني بو شفاء بودي. شرطين نخوش كهدي. ديك أعوفه ويحتمله كبر نخوش قبول الخوادنا للطالب كاكا. فهو يحتمل مرارته في سبيل السلامة من أمراضه. بوش قبول الطالب كا أخله فينا يرد قبولنا نخوش كا. شو درنجامي أم طالش تيجي تدا خوش كا. إن لكاتي خواتي طالكات ودنا خوشة وأنا سرش براء وشينا ودعان جام جاري كم خواتي جاري تقوم كوالي خوارزو بلا سكرة لك أبدا تامينة كذو تار عادية أصانة دو أبدا كتاب متاد بأي تام كذو بي خوار سكرة لسري فلاهم هذي شي خوار درماني واهي مستساو درمان شارة صدقان يك دانا كذات دواي علاجك يك دانا حفظة دو حفظة بأزاي درمان كوت لتو فلاهم بو قبول يوازار هكا أخذتو كمان رجي بو شفاء شريعة جلاء أو مشاقة أنا قبول كان بو لأن جامعة مهمة خلي مشاقة كان لا مطلوب نية كابو فالصلاة والزكاة والصيام والصائر وسائر ما أمر به المكلف ما نهي عنه في القيام بها نوع مشقة وصعوبة على نفس المكلف كابو نعج روجو زكاة مثلا حج وهم أمانة كتكريب لإكرارة وشك نهي لإكرارة لأنجام داني أنا جلاء لمشاقة هي جلاء لسقطيرة سنسي إنسان هي ولكنها صعوبة محتملة وفي حدود طاقته بلان قرآن السختيك الأشفال الشوين تواني منها وهي وسيلة إلى غاية ومصالح لابد للإنسان منها لاستقامة حياتها كأمان أخوان بأخوان أمراضي كمولا مبستم برجواندين كفريسة إنسان برجستي عنك وإجامة بعض رعب وسيلة في إسلام بوانها الزكاة نجر حج وآن لابرين تربية كذين إنسان وأوهم معنا جوانان ماني كيف تستكبر والشارع ما أراد إلى المكلف وتحمله المشقات. ده إخوة يقول نائبته من أزار باه مكلف أزار باه شيء قص خالص شاني. وإنما أراد إصلاح حاله. شيء ما بس له شق سازي لجاني هو بس له. بام نيوجد شق سازي تياكا. بام تكاد شق سازي تياكا. بام حاجة شق سازي تياكا. ما بس كي بلاه مهمة. كما أن الطبيب ما أراد إلى المريض بمرارة الدواء. وقلت له دكتور لك نائبك على إن خوش بدل ما ينطلع زيت باه. بلان لها مان كاتو إنما أراد شفاءه أو خواصي شفاكيه دي بويدا لبان كيف يدا نا اوه ما بسي سرقين دكتور عزيداني نخوشك نيا ما فيشوانو ما بسي شفاء دانتي بلان لرقيكي اوه أما أنا أم جولة تكليج مشاقين لهم تكليفك هيا يعني حتشي أمري قرآنية فرماني شعيه جولة نفس عبتي تيا بلا أمانا وكو أو دكتور درماني دكتورك وردان بو نخوشك بلان جولي دوهميان مشاقة خارجة عن معتاد الناس جوری مشقتی شی سختی که ندروی توانای عادتی خلقه ای، ندروی توانا کار معنا ای. ولی ممکن است ایو دائم علی چی، علی احتمالیها. اما نه تو نزد بر دوام که قبولی کن، ام جوری هن. لیانم اگر داوم علیها، انبتو و انقطع و نالهم الضرر و الاذى فی انفسی و مالیم. شو اگر سوگ اگر بر دوام لسری، آب انبرد، نامین و هر وعذاری انتو جبی، عذاری انتو جبی لخودی خواهی لمالی آن. دولا زرد كذا عن جانبيا خود تياجي يا مالو تياجي أو أي شيء من شؤونهم يا هاد حركة المال لو أنا مثلا سعر كم تياجي لو أنا مثلا بون منا خدمة يتمنا مني لو أنا علاقاتي كمالاتي كم تيجي هذا اللي بتاني تر كلمة شقتي في صوم اليسار لشريعة إسلامية دروزني الصوم صوم اليسار يعني شهر روز بروجوبين وأني دروزني المتواضع على قيام الليل دروزني مثلا إما مثلا بشوتا بعينه شو نوكي نخيرين هذا بيانين تذكر بنزنش كدون صفات وليل حتى نجي بيانين شريعة إسلامية لسنوك فرضنا كدو أمامكي يا وطرهو يا كورا مثلا بالدوام لجي أبي لخوي قادة كوني بكلا بدك وطرهو بيان لرهبانية خوي كنال كاتو شد عشكو تكوان تقري خلق هرنا بي نسي فرضنا كدو وصيامي قائمة في الشمسي بروجوك بيانين تاي وانا لبرد الرجع بوسي روجي قرما با عزيزات بقاتي والله لا شك مع عبادته وخواه كم تالا قلنا راح أجن أجن زوتي
حالا بر رجوع بر عمت الله سیاسی بر خاص نیوزوس ور بد روز و آب و صحتای ور با جمعی روز لب دعات و بله ولع عزیز چاقم دو هسته یا ول حج معاشیه نه فل نشو حج که بپیاد رو با مکه و کعبه حج برا ولعشو که عزیز ول پیاگا و سوار سعرا ما بو علی لذت هم گذره جوینه بو خود کلا کلیه بی نو برای تو و حج شاوری حکم من مکه نه اون نسی نه بیتو ولع سری حتی دیدی ول نکه والتزام العزيمة في حال ترخيصي. يا بلال كاتك مثلا قاعد وكاتي رخصتها والله لا بتوع عزيمتك اذا سافرت بقابل راجو بك هكا. نوافذي خير لكم. ارزي خوذا والله بعشت له. والله رقيت ذا وكاتك تسافر وهي الوضع عبادك روجوك وازلي بينه ونجران سكر كرو. والله انت تكذب كل انسان لو كاتي رخصتها بعزيمة انجامدة او مشقيك زياده لحد كذا اما شريعه دعويناك. في حال الترخيص يتركها منهم لحق من ضررين مهما لحق من ضررين مثلا بالقاعده رخصتها واز عزيمتك واز رخصتك بينت يا لعزيمتك بينت توشي شي بي توشي زرد بي اما شريعه براسي دعوانا كان ولا تو رخصتك ولا عزيمتك فهذه المشقه لا يكلف شارب تكاليف فيها بتكاليف تلابسها أعمانا براسي الشريعة الإسلامية دعوناك أما عن جامعين بين تلابد يعني بين أن جامعين بين قد تكذب الإنسان أمانناك قد نيوتو بإنسان شو روش بروجوة قد نارا شو تابعين شو نشكا قد بين نارا مثلا ولا خلق داب رسول أشكوتك وبجي نارا بروجوة تابعين لأيوارة تابعين لنبرد من روش عبا نارا حشك وفي ولا وسوا سعر مبا وسوا سعر مبا أمانا لا تكذب شرعي يعني وليش يوتوا لكادك رخصتها بو أبي تواضع وصلين تشي عظيمة كيبوي أجيزور بخوا كسب كي أبي شي فين أوج ولا يلزم المكلف ولا يلزم المكلف باحتمالها وأروع شريعة دعوانا ككسي مكلف أبي قابل بعض بثني أو قرسائي أركانه بولي أن المقصد أول من التشريعي رفع ضرري على الناس إلا نزل لفي شبه أسلان كي يكي لما مستكاني شريعة شيء لا بدين زيانة خلقية ليش وين تكليف إدعاني كزيانة خلقية وقيانة أخشتي وأنا كشريعة إسلامية وفي التكليف بما فيه من هذا النوع من المشقة إضرار تقول هذا وجود التكليف على معنى كافه من شواذ زرد يعني بخلك شنو خايق ولا يكاف شتيوا كاف إضرار بالناس زرد أنا بخلك وتكليف بما ليس في وسعهم تكليف بشكل توانا أمانا لك بخالف آتك وقد شرع الله أحكام رخص عند فروع أعذار دفعا لهذا النوع من المشقة حتى شريعتي خايقكم ولا أحكام رخصتي دانا ولا كادي برفابوني شيا عذاره کاری بهانه هات پیش اول چیف که استرخ سید آن آوا بو تا کم تقریبا نهیاله تا آم مشاهدن نهیاله بو چیله رمضان آلا کسی با سفر یا مریض بیه سر روز وگرنه شکنه اگه چون که مرض عزیز که روی دوا ناطبیعیه سفر عزیز که روی دوا ناطبیعیه بو انسان ناطبیعیه بو یک تقریب لی نکه لکاریم کاتیا تو خریکی چیفی روز وگرنه فما اباح فطرة رمضان لمن كان مريضا او على سفر وما أباح التيمم عند حد من الماء أو ارتحال المريضين وما أباح المحظورات عند الضرورات أو الحاجات إلا لدفع عدد المشقات كابور رجوش كادن رمضان وقت كان خوشي يلا سفرايا يا تيمم كادك عاود أثناك يا عاود سادل عاود وسادل وكان يبين خوشة كبير يا عاود هرنية يا سرد تيمم كاد حرب حاربة تيمم كدنك أو دس وجوش دروس صحي بعد كش جيبة جيبة أما أنا مثلا يا كادك كتكنا خوشة شو ليك يشكاو نبي عاود كاربين يا سرد بقولك يا بتوزع عمر فيك يا مثلا كادك استحرام كذا أنا كادي ضرورة عطواني بخوي كادك تود لي قوما وحمد الله ربي كه بيخو عرق كه بيخو رأي يا كادك حاجة هي في دعوتي بود روز بو لو كادي بود هيش ممارسة كمرش تي محرم كه أما نبغي شيء كله شريعة لدفع هذا المشقة ويبراسي أم جوار الكل تمنو تونا منه أقبل أخوي قربه فمن كاد نابه هيش كاد اللي هيش فينا كنا بمحرم خوي ذيك لو كادي أمري قبلنا شاربو أي أمر نكيب أرسل إلى أخو قادني حرامكو بلان بجيد باي لا شريعة على بخ أبيب حرامكو بخويتو بجيد نقول والله من تابد شريعة والله حج ناجد سرزبان باب وقم من ديلا هذا بقنا بادي ودفع إما شقكاك نايد مصر توشتي فرسل شاين توكا زل حد إخوانا فلا يصح أن يكلف المكلف بأحكام فيها مشقات من قد قدر شارع دفعها كاو دروز دي هيج كاتك اما ايما بيكين هيج كاسك تكليف كاله كاسك مكلف كما احكامي في بلا كما مشقي تياب او مشقي اخوات خوي غويات يا عمر اخوات ما بس ينبو بي طبيعينا لي يعني تو الك يا تخك بس بيري او الك شريعه دعانا كده تكليف خو كبيكا ونابالين بي
بويك فقيه زور مهمه كذا كفتوى هذا ابي زور ديالي لوي حكم ندى درس للطبيعه وسلوك الانسان اخوي اخوانا قد بكتك ما نقول الزام المجتمع ما كذا يانكم ابغي يا انسان بايشك او يشد دروي اعتادي بو درسول لسنوي اعتاي الزام كني بو بيشوانيش دقه وقد حرام عنك دول وعطيه فتوى كمان فتوى شرعية فتوى كشرعي حرام عنده بوية فتاوى زور جار مثلا فتاوى كان أمسى دمئي يمن زور اللي محافظها انتهاية يعني تكليفة لإنسان اللي قنجاني اللي خلقانك كبراطي مشاقة زيادة كانك مثلا تسيي كم كبير يا حاطينا أسائل حاطي أسائلك جانا كاتوا كبراطي بوخوي قناحك كاتمان ما هو لا طارق كابو فالمشاقته التي من هذا النوع إذا كان يجلبها نفس العمل المكلف به فقد دفعها الله بالتشريع الرخصي هذا جول السختي ألم جول ما نبغي خذي كارجك إنسان في تكذيب كتابه هنا دي أو شرع دي يكسر هنا دي رخصة دي ودع الأول هركاد عبارتك أنجام دار جول التكذيب أعب مشقتي أو هنا لك أخويا يسرى فهمي عبارتك شوالك بدو هذا سفر عيسى سفر عيسى خلا شوار کردی و کار دور کردی. سوند که کنیش داره. ایتیشان آسانه بی. دور دو دو فرض که دیگه سوندی قبلی و بعد کنیش داره. ایتی هر آسان و آسان. یعنی لونت با هم دویون جگه چاره که تو کاتگیری بور عبادت کنی. باید فرمی اگر مشقت لام جور بود هر کدی خودی کار تکلیف کرده باشه یا که اینها دی توشی مشقتی که آواهی اکدی توشی ارکی آواهی اکدی. أو الشريعة شيء بدانا ولا مقابلة أثر شريعة رخصة بداناين وإذا كان يجيبها المكلف على نفسه إذا هذا مشاكل كارم المكلف خوي بخوي دوس تأكل إذا ولا بوي عباد وأجل زور بمنوسه بإرادته بخواسي خوي فقد نهاه الله عن ذلك وحرمه عليه خوا قد رأيت وحرام شو قلت يوافق ولا بل بأجل زور قاقينا بعض خازون على حدهم ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال هلا برمي في غمر إخوة فرمي صوم الوصال لي شور بالرجوبة أو جماعة كهات نلا في غمر إخوة فرمي من في غمر شنو أصوم وأفطر أتزوج النساء أنام وأقعد وأني فرمي نجكم أشقوم برجوز أبوم برجو أشكيمو لرجني شمنا لرجني شعقوم شو يزرفمو شو يزخومو هم شكاين فرمي أني وهم غلطة برنا يديك الكلام كثر شور بالرجوبة وعن قيام الليل كله شو تابع يعني مثلا دس كابا عبادة كده جاكو نقطة يقول مثلا جاري كان بياو عفتي كيشان هبو بياو كان كولا مثلا مالي ماركسي يعني شيوعي وجنكشي سيد بو ايتا مثلا بحكم يو جنكا على اساس توبيك هو تعابيد كبار يقول ما مثلا صالك غرق على قرشو دادة تلقاي زولك يخوي تلقاي جاري تلقاي قرد تلقاي داخل وما بخيك عبادة ابن يكسر غرق اعوائي كان إسها هاتون زام آية شريحة من قبولها شو نقولتي والله ما مصلى برا شو كان في عالم هرشيوعية ومسلمان نادي ودبر أوي وياك من خليج عبادات ومية بوه نسمة جاهد بوه هاد مش كان غلط هم أول ما صلنا غلط كواي هم مش نج براسي يعني مش نك على شو نيجي كان شو نك تابو تابو كوبين لجوا ده كاتا بعد خليج شو نيجي بكي أبغى جو لا شاورة زخيت شاميبي الحقيقة إيش ده صار أما مثلاً جاءوا جاءوا هنا كذا تياوين وإن شاء الله يقول سيد نبواهو ميوجب كده هوا بلا أنك هم ناس عقبواه قلنا نوشك هاديك بس من سيدي هوا ممشي خادي هوا مني كوي كا والله ما وصل بكز ناكد هوا جاءت كده ستشي هلا أما مخالف شريعته يعني عبادت مش بيلا قد أغاك شوك هم تياوك بويني هتابع لي بنايو شو نوجو وازوش نكيبينه هم شنكيب بويني بنايو خوانا سيوا زميتا كيبينه تابع يعني مثلا منش الجوك يحو عن التراهب يا في غمر فاق نهي كلا سوي كي انسابة رهباني غيب تاكا دولكم وقال شدا أشكوتي ياشوني كي تنهاو وقال أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد في غمر فاق من والله من لأي والأخوات تتسم تقواش من زيادة بوفاي قولها بلا من بروجوجا بون بروجوجا شكرا نجي جاكمو اشخو وعلي كابو هميان وقت الزواج النساء كذاني شن هي فمن رغب عن سنتي فليس مني حركة بش عالم سنتي من كاكا ولا مني يعني زر رباز يمنية دين ناري تو رجيان لفوت هراسان كابولو بخادي فرادي كده
وقال لمن نذر أن يصوم صائما في الشمس أتم صومك ولا تقصم ولا تقوم في الشمس. في أول لمدينة عادتي واضح يقول من بو إيكا الرجع كم خواج المبنوسي فأني أشوه لبد رجع حتى يوالا رجع في حصن به سيكا أم في أولا بالرجع رأى صاره فالمين فما بالو هذا الرجل هو الشيط ينفي أولا والله هو نذر على نفسه أن يقوم على الشمس إلى الليل صائما ونزلك وشوك ويك الشوتا بعيدا على بالرجع به في ما يقابلك فمئتي ما صومك رجوك بين طاوك ولا لا تقوم في الشمس ما تقول رجوك لا وسيرة سيرة شو بأخواتك ليه ولا ناك هذا لا بيبات لا فنست زنش تكير فمئة وقت عليك خرافة كدوه شو اشتي واقع كتو كي خواتي لي لقى رجوك لا تقول بدمار لا بالرجع بوصل. وقال خذوا من الأعمال ما تطيقون يا في غمار إخوة فمئة يوا ليش كان أو أن دعن جانبا كانت وانا إخوتها لها يلا حيث التافي والقصة تبلوه يا وليش كانت ميانا روبن أنجل قد منظر القصة يعني ميانا روبن وفض وفض اقتصاد يعني بقص صغرا وأتن ميانا روان كان تبلوه أقل منظر هل كان يعني ناقل أقل تقصير كان هل ناقل أقل زيادة ربيش كان هل ناقل بلا بقص أقل ويأفل مهلك المتنطيعون فالمئوانيك مثلا مقصرا دائما شيء بانتياشر متنطع وعنك مثلا كثاني كم ترخمن كم ترخمن مثلا دي عزيز عن شيء تياشر يا فمي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فمي أم دين دينك يا قائم تندى ايوات روبس انتيا بهي وعشي بهي مني يعني ظلمتنا ناو وي ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه هيك كذا إيه وديني بتون نقت وإلى رجع مثلا الظلم يعني كابو والي دل لذت راعك دينك بلدا كابو نافع من دين داري بسخد جيرينين دين داري بعفان جيرين يا فبي إن المنبت لا أربا قطع ولا ظهرا أبقى فمن أو كسي كوار منبت كسي قال إن كابو تشرس يقول إن شو نرى تنظر يا مثلا رقرا يا سخد جيرة فمن كسي كسخد جيرة نأذبره ولا مثلا بنتك إيش هي سواري يعني لقال أبو راو وأتنا إيش واقع برجع غيره نيجي أزديك إيش تواري مثلا الزمنية بروح الدام هلا ما عندوبونها أو أنك والله مثلا عزيز على سوار والله خبير أو أنك زوج استك عزيز يعني فعش بس تيجي ما عندوبه تبلغ بنتك كبير ما تواري سوار به فمن لا ظهرا أبقى يعني نبشتك هي ما أتوبه كأول شيء بروا ولا عرضا قطعة ونتواري إيش الزمنية كي كفي سبيبره وهذا الكاروان دوا كبير شو كبوه استك عزيز دام والله قال هلاش بروا سفر كيف الدوام؟ أزكش أبريل يعني اسمه سفر كيف أبريل؟ والله كشيء من أنتو. والله أنك تبى مثلاً تجربه وزنتون روبه وبخيب بمعرك والله كيد لا بعض وبغى بخيب فك كله كاروانا كشوا. نه شو أنا كيد طاو مثلاً فكيد بريونه والله كشيء معه تو. يا فرمي لا جاء في محكمة بإثمين من ترك الروح طوستن سكبي العزيمتي. أو كاتب فرمان كذن بتوانا أجاك سواد الرخصة بينه. كي عظيمه وكالا كادي برخصيه انا اختك زور بقودة كادي برخصيه توبي رخصك واردبين شي عظيمك انجام بي افرمي او حكم بإثمين او برادانا بتاوان محتمل ما فيها من الضرر بلا وراد شي تيا لدرر القبول يا كم قيناك بلا انباما عظيمك كم رخصك واردياني افرمي او كستك ايشي تاوانك وقال ليس من بر صيام في سفر ويبي غمال إخوة عليه الصلاة والسلام حتى افرم بوكسا أو في عليك وايكد وطبعا في عليك لسفر عبر رجوع لسفر عبر رجوع أبو في عمالي فرمي أو يشيك خلافك الوا ليس من البر الصيام في السفر لشعكني الرجوع لسفر كعبو في بنا بادي في عمالي فرمي بو في عليك وطبعا بادي كيف شعكيته للرجوع لسفر عشيبي بالرجوع كعبو حكم مثل من ترك الرقص في عمالي فرمي إذا تعان بارك سواز الرقصة بينه والله مستنسك بالعزيمتي إيش بعزيمتك ولا قيناك في عمل إخوانك أخوة روج بالرجوع ومن تواناش مهيشك بالرجوع في عمل إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ليس من طبعا لفده من صحابات في فرمو ويهميان في الكربانيك فرمي ليس من البر صيام في سفر لو كاتيلا مزقو تابو كم الله خلق يعني ديبو. وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فرمي إخواني قلت بخوشة رخصتكاني أنجامبا وبتون خافي خوش عظيم كان شيء أنجام بل يعني تون في خوش أحكام اعتاد كان جب جيكي أواش في خوش لك هذا رخصة رخصة كان أنجام به الرخصة كوشي دانا بوي دانا لكاتك كان راح بي أو أنجام به
نه معنی ها و تنها بلای رخصت خم املا و تنها علی عزیم آبم. طبعا من هندی لدین کته هت دلیل ما که وابن تدین بوعده که من بیم هر دائما لدین داره سخت گیر بود. براسی و تدین شرعیه. تدین شرعی او تدینه که وقت من القصه قصه ابی دائما میان روبی واروها لحاظ طبيعية طبيعي ولحاظنا طبيعينا طبيعي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين إن شاء الله.